طيب ان شاء الله احنا نستكمل system that help the body getting rid of the harmful substance. ده هنا الجهاز اللي بيساعدني ان اخرج الفضلات الضارة اسمه urinary system. urinary system it gives us the ability to feel, see, hear, smell and taste. بدينا القدرة ان احنا نشعر, نرى, نسمع, سميل هنا بمعنى ان احنا نستنشق او نشم, بعد كده التست اللي هو التذوق. ماشي. هنا طبعا المسؤول عنه اسمه نيرفس سيستم. سيستم بعد كده ذات كاري اوت ذا ترانسبورت فانكشن ان ذا هيومن بادي. السيستم اللي بيقوم بوظيفه النقل داخل جسم الانسان هو السيركيلاتري system, جهاز النقل. system which making us produce a new individuals which look like us, اللي system بيخلينا نخلف اولاد او نخلف كائنات من نفس النوع, هو reproductive system, الجهاز التناسلي. بعد كده the process of changing the food from the complex form into simpler one to let the body get benefit from it, تحويل الطعام من الصورة المعقدة للصورة البسيطة عشان يخلي الجسم يستفيد منه. ال process دي اسمها يا شباب اسمها digestion, عملية الهضم. بعد كده system that contain of the digestive canal consists of digestive canal and digestive canal supplementaries. السيستم اللي بيتكون من القناة الهضمية وملحقات القناة الهضمية اسمه digestive system. طيب ناخد الصفحة اللي بعديها. الصفحة اللي بعديها يقول لك ايه, a group of organ that shave a long pipe with a 9 to 10 meter. اسمها دي هي عبارة عن مجموعة من الأعضاء واخدة شكل القناة, قناة طويلة قوي من 9 to 10 متر, هي الدجستيف كانال. دجستيف القناة الهضمية. A cavity in which the teeth and the tongue are existent, من التجويف اللي فيه التيس والتونج. ماشي. And the salivary glands are opened, التجويف اللي فيه الأسنان وفيه اللسان وفيه الغدد اللعابية هو الماوس. The teeth that cut and tear the food into small pieces, الأسنان التي تقطع وتمزق الطعام, canine and incisor. ماشي. الكناين والإيه incisor اللي هي القواطع والأنياب. The teeth that grind the food to make the swallowing easily, مين الأسنان اللي بتطحى الأكل عشان تخلي عملية الهضم بتاعه أو الابتلاع بتاعه سهل, هي هنا المولرز الضروس. ماشي. The organ that mix food with saliva, مين الأورجان اللي بيخلط الطعام مع الصلايفا داخل الفم, هو هنا التونج اللسان. ماشي. طيب بعد كده اهو التونج السبيلنج بتاعها كده هنا كده T O N G U E كده مظبوط T O N G U E. The type of the gallant that exists exists in the three pairs that secrete saliva, مين الجالنز اللي موجودة من ثلاث أزواج وبتطلع الصلايفا, هنا هي الصليفري جالنز. صليفري جالنز liquid that secrete in the mouse that help in digestion of starch, جوه الماوس وبيساعد في هضم الستارش هو الصلايفا, سائل بيفرز داخل الماوس وبيساعد في هضم الدهون الستارش النشا هي الصلايفا. There are digestive substances that digest, there are digestive substances that digest food converted into simple substances, هي الانزيمز, المواد اللي بتفرز اللي هي الجوسز نفسها, والجوسز دي جواها انزيمز, يبقى المواد اللي بتهضم الطعام ده هي عبارة عن ايه, انزيمز, انزيمات. The common cavity between esophagus and trachea, الاسوفيجس دي شباب دي موجودة في الدايجستيف سيستم, ماشي, والتراكيا دي موجودة في الريسبيراتوري سيستم. الكومن كافيتي بين الاثنين هو اسمه الفارينكس,
يعني الفارينكس ده موجود معانا في الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. The muscular tube that allow the food to passes from the pharynx to stomach. بين الفارينكس والستومك يا شباب عندي الأنبوبة اللي هتوصل الطعام من الفارينكس للستومك هي الإسوفيجس. ماشي. The sac-like muscular organ that secretes gastric juice. مين العضو اللي شبه الكيس العضلي اللي بيطلع الجاستريك جوس؟ هو الاستومك. استومك. بعد كده the organ that responsible for incomplete digestion of protein. من العضو اللي مسؤول عن الهضم الكامل غير للبروتينات؟ الاستومك. the juice that secreted by the stomach. ايه العصير اللي بيطلع بسبب الجوس؟ هو هنا الجاستريك جوس. العصير المعدي gastric juice. ماشي. بعد كده the organ that secretes the pancreatic juice. مين الأورجان اللي بيطلع العصارة البنكرياسية؟ هو البنكرياس طبعا. ماشي. بنكرياس. ماشي. بعد كده يقولك ايه the juice help in digestion of fats. مين الجوس اللي بيساعد في هضم الدهون؟ which change fat to fatty emulsion. بيحول الدهون لمستحلب دهني. هو احنا بنتكلم هنا على البايل. البايل جوس عصارة الصفراوية. The part of the small intestine where the digested food are absorbed. مين الجزء اللي في الـ small intestine اللي بيحصل فيه امتصاص للطعام؟ هو الإليم اللفائفي. ماشي. بعد كده the organ which complete digestion of food occur. مين الأورجان اللي بيحصل فيه هضم كامل complete digestion الهضم الكامل للطعام؟ هو برضو يعتبر الاليم. بس هو انا بيقول لي الاورجان مش البارت بتاعه. يبقى هنا السمول انتستاين شباب. سمول انتستاين. السمول انتستاين بيكون الالم والديدينم. The organ start from the end of the small intestine and ends with the anus. بيبدا من بدايه الاورجان ده بيبدا من نهايه السمول انتستاين من نهايه الامعاء الدقيقه وبينتهي فين؟ في الانس. هو دي اللارج انتستاين. The organ that secrete bile juice. مين الاورجان اللي بيطلع البايل جوس؟ هو مين؟ هو الليفر. لكن دي جواها الليفر دي جواه حاجة اسمها جال بلادر. هي اللي بتبقى محتفظة بالبايل جوس العصارة الصفرية. جوس that secreted from the liver and affecting the fat digestion. العصير اللي بيطلع من الليفر وبيساعد في هضم الدهون هو البايل يا شباب. بايل جوس. طيب ناخد الصفحة اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الصفحه اللي بعديها بيقول لك ايه complete respiration excretion sensation are from the common properties of the living organisms. التنفس الاخراج الاحساس دي من الخصائص العامه بتاعه living organisms. يبقى انا هقول له هنا nutrition اللي هو الغذاء او الطعام. ماشي. The body of the living organisms made up of system. Each system made up of organ. أي system يا شباب الجسم الكائن الحي معمول من system أجهزة. والأجهزة دي بتتكون من إيه؟ من أعضاء organs. Which consists of أي organ بيتكون من إيه؟ من tissues. T-I-S-S-U-E-S. Tissues يعني أنسجة. Which consists of active similar cells. لازم اقول ان هو بيتكون من خلايا ايه متشابه. اي نسيج بيتكون من خلايا متشابه. Space is the building unit of the human body. مين وحده بناء الكائن الحي؟ اي كائن حي بيبنى من السيل الخليه. ماشي. The system digest and absorb food. مين السيستم اللي بيهضم وبيمتص الطعام؟ digestive system. Carrying out the process of pressing as the function of a system. مين اللي بيقوم بعملية pressing عملية التنفس؟ هو respiratory system. Respiratory system.
ماشي. بعد كده system help in the body to get rid of the harmful substance، بيساعد الجسم ان يتخلص من الفضلات الضارة، هو urinary system. urinary system. بعد كده system that responsible for production new individuals is the reproductive system، اللي بيطلع افراد من نفس النوع يبقى reproductive. ماشي. 8 the process is breaking down the food substance to get benefit from it. هنا عمليه تكسير الطعام او بمنتهى البساطه تبسيط الطعام عشان احصل لصوره بسيطه اقدر استفيد منها. البروسيس دي اسمها ايه يا شباب؟ اسمها digestion. digestion process عمليه الهضم. ماشي. the digestive system consists of the two main parts which are، هقول له كده digestive canal digestive canal supplementaries. بعض الناس ما بتقدرش تكتب الكلام ده فاقول digestive glands او digestive glands. ماشي. mouse pharynx esophagus stomach small intestine large intestine are the components of the digestive canal. digestive canal supplementaries الكلمة اللي كنا عاوزينها are salivary glands liver pancreas. the main organ of the digestive system lies in a cavity. main organ of the digestive system lies in a cavity. اعضاء الجهاز الهضمي دي الاعضاء الاساسية دي موجودة في الابدومينال كافيتي. كلمة abdominal يعني تجويف بطني. The length of the digestive canal is about، طول القناة الهضمية تقريبا من كام؟ هقول له من 9 to 10 متر، من 9 ل 10 متر. digestive canal starts with، digestive canal starts with، بتبدأ القناة الهضمية بإيه؟ هقول له الماوس. بتبدأ بالفم. and ends with، وتنتهي بإيه؟ بالإنس. The total number of the teeth in adult is a in each jaw. هي total number هنا يا شباب هو 32، بس هو هنا بيقول in each jaw محددها لي في كل فك، يبقى نقول له 16 teeth. ماشي. starch digestion starts in، هضم النشا بيبدا فين؟ نقول له في الماوس. مين اللي بيهضمه؟ السلايفا اللي بتحول starch to sugar. salivary glands are a pairs، كام زوج؟ 3 pairs. that secret liquid known as saliva بتطلع سائل اسمه ايه؟ اسمه اللعاب. السلايفا. السلايفا دي change starch to sugar. digestive substance that digested food converted into simple substance، مادة بتحول الطعام لصورة ابسط، دي اسمها الانزيمز. الانزيمات. the muscular tube that allow the food to pass from the pharynx to the stomach، بين الفارنكس والستومك دي اجابتها سهله، بين الفارنكس والستومك هلاقي مين؟ او الستومك هلاقي الاسوفجس. is the sac like muscular organ، كيس عضلي في الاستومك، هو ده هو الكيس العضلي المعده. the protein digestion starts in، هضم البروتينات بيبدا فين؟ بيبدا في الاستومك. طب ends at small intestine. نرجع بعد كده اهو. the stomach secret a juice، يبقى انا هقول له gastric juice، العصاره المعديه. which digestion space substance، هنا اجابه السؤال يعني صياغه السؤال مش حلوه قوي. which digests، كلمه digests دي يعني بيجزم ان هي هضمت، لا هي بتعمل incomplete digestion. which make a incomplete digestion of proteins substances، هنا هقول proteins، المواد البروتينية. ماشي. البروتين هنا E I N S، البروتين are digested into in space and space. البروتين بيهضم في يا شباب؟ بيهضم في جزئين، ايه هما؟ هنقول stomach وال small intestine. بعد كده space and space are example digestive juices in the human body، انا عاوزين example عصارات هاضمه. ماشي. digestive enzymes. ماشي. example of digestive juices، العصارات الهاضمه.
هنقول له بايل وصلايبا ماشي. فالدايجيشن ستارتس ان هضم الدهون بيبدا فين؟ في الديودينم. طيب the longest part of the digestive system is the small intestine. اكبر جزء في digestive system هو the small intestine ماشي. طولها 7 متر. The small intestine consists of the two parts which are الجزئين بتوع the small intestine هو مين؟ duodenum و ilium ماشي. Is the first part of the small intestine where is the bile juice and pancreatic juice are poured. أول part في the small intestine هو duodenum ماشي. Digestion of the different type of the food complete in digestion of the different parts of the food complete in and all in duodenum. ممكن الإجابة ضمنية أقول له small intestine ماشي. Secreted by pancreas يبقى pancreatic juice. While is secreted by the liver, no bile juice. Bile juice help in digestion of what? No fat or fats. Into fatty emulsion. يبقى بتساعد في هضم الدهون، بتحوله من دهون لمستحلب دهني. بعد كده absorption of digested food occur in then move to امتصاص الاكل المهضوم بيبدا فين؟ فين؟ في الالم وبعدين يتحرك لمين؟ للبلد. food undergoes two process in the digestive system which are الاكل بيقوم بعمليتين جوه الجهاز الهضمي. ايه هما؟ digestion وabsorption. يبقى هضم وامتصاص. give reason for all the body system are working in a full harmony. كل اعضاء جسم الانسان بتشتغل في تناغم كامل. نقوله to keep the human life. to keep the human life. food must be digested into simpler substance. الأكل لازم يتهضم لأجزاء صغيرة to get benefit from it. لنستفيد منه، لكي يستفيد منه إيه؟ الإنسان. to get benefit from it. digestion process is a very important not because it change food to simple form to help body get benefit from it. لأن بتساعد الجسم ان هو يهضم الاكل ويحوله لشكل بسيط.